سلام لكل القديسين في المسيح يسوع. النهارده اكلمكم على الجزء الثاني من الحروب الروحيه، عن قصه المزمور 91 والحرب ضد الارواح الشرير. موضوع النهارده انا قررت اعمله بناء على طلب احد الاصدقاء اللي اتكلم معايا على الفيسبوك وتناقشنا في الموضوع، وكانت النتيجه ان انا قررت اعمل الفيديو ده. اليهود في العهد القديم ناس كتير ما تعرفش انهم كانوا بيؤمنوا بوجود الارواح الشريره. كان عندهم صلوات خاصه لطرد الارواح الشريره، منها صلوات كتيره ومزامير نسبت لسليمان وداود النبي، وبالاخص لسليمان اللي كان معروف بالحكمه وانه كتب كتير قوي من الحكمه بتاعته. مش كلها اصبحت وحي، ومش كلها اعتبرها اليهود وحي، ولكن في كتير قوي منها كان جزء من الفلكلور الشعبي والثقافه الشعبيه بتاع اليهود اللي كانوا بيستعملوها علشان يخرجوا الشياطين وعلشان يحموا الناس من اثار الارواح الشريره. من المزامير اللي ذكرتها مخطوطات قمران اللي اكتشفوها في القرن العشرين وكانوا بيستعملوها اليهود لحماية من الشر كان مزمور 91. ممكن نقراه: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول ليهوى ملجأي وحصني إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بريشه الناعم يظللك وتحت أجنحته تحتمي، وعود حقه ترس ومجن، لا تخشى من رعب الليل ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسلك في الظلام، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار. لأنك قلت يا يهوى أنت ملجئي، جعلت العنية مسكنك، لا يلاقيك الشر ولا تدنو ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لألا تصدم رجلك بحجر. على الأسد والأفعى تطأ، تدوس الشبل والثعبان، لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. هنلاقي المزمور ده مليان ببعض التعبيرات الغريبة اللي عند اليهود كانوا فاهمينها بطريقة مختلفة عنا شوية. على سبيل المثال، كلمة فخ الصياد، الصياد هنا في الأصل العبري يكوش، ارتبط في ذهن اليهود بروح الحية القديمة نخاش اللي أسقط آدم في الفخ، وكانت النتيجة إن آدم اتطرد من الجنة. وده نفس التعليم اللي شجعنا يسوع عليه ان احنا نصلي نجنا من الشرير. المصطلح التاني اللي ممكن برضو يتوه عنا كلمة الوباء الخطر، او من وباء يسلك في الظلمة. الوباء يعني ايه يسلك في الظلمة؟ يعني وكأن الوباء ده شيء عاقل. يعني في فهم اليهود وفهم جيرانهم الكنعانيين اللي كانوا معاصرين ليهم في الوقت ده، الوباء كان اسمه ديفل، ده كان اسم روح شرير او اله من الهة الكنعانيين. بالنسبة لليهود كانوا بيعتبروه روح شرير، وذكروا هوشع في صحاح 13 عدد 14 لما بيقول أين وباؤك يا موت، أو احنا بنترجمها بالعربي أين أباؤك يا موت. أباؤك أو وباؤك معناها ديفر. الروح الشريرة بتسبب الكثير من الأمراض والأوبئة، وكانت نتيجتها بتبقى الموت. عشان كده بيقول أين وباؤك يا موت. هذه استشهد بها بولس الرسول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس علشان يوضح أن قيامة يسوع هي الوحيدة اللي ممكن تخلصنا من وباء الموت أو من المرض اللي بيؤدي للموت. المصطلح اللي بعد كده اللي أحب أتكلم عليه روح الهلاك. لو رجعنا لكلمة هلاك، ده كان معناها في الأصل العبري كتف. عند اليهود كانت رمز لروح الهلاك، وزي ما جاء في هوشع أين شوكتك يا هاوية. كلمة شوكتك أصلها كتف، معناها أين هلاكك يا هاوية. كتف ده كان احد الالهة الكنعانيين المعاصرين لليهود، وكانوا اليهود برضو بيعتبروه روح من ارواح الشريرة اللي بتسبب الهلاك ويؤدي الى الموت والدمار. المصطلح الرابع اللي ذكر في المزمور هو خوف الليل او رعب الليل. في الاصل العبري اسمه بخاد ليلى. اليهود فهموا ساعتها ان بخاد ليلى ده، وده روح شريرة كانت مشتقة من اسم ليلو، وده كان اسم احد الالهه من الالهه الاشوريين والبابليين في الوقت ده، ومنها اشتقت بعد كده اسم الروح الشريره ليلت او ليلث، اله من الالهه الوثنيه اللي كانت مرتبطه بالشر اللي بيحصل في الليل، زي موت الاطفال الغير متوقع او الكوابيس او مرض الهلع الليلي. اي مصايب كانت بتحصل في الليل كانت مرتبطه بليلث، او في المزمور هنا بخاد ليلى.
ذكر برضو في سفر نشيد الأنشاد آية لما بتقول كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل. هول الليل هنا برضو بخاد ليلى اللي هو الروح الشريرة اللي بتجول علشان تدمر الروح الإنسانية بالليل. المصطلح الخامس اللي موجود في المزمور برضو سهم يطير في النهار. الترجمة السبعينية اللي هي الترجمة اليونانية للعهد القديم اللي تمت قبل عصر يسوع كانت ترجمة تفسيرية، يعني كانت بتحاول تفسر العهد القديم، مش هي اللغة الأصلية بس كانت بتحاول تفسر العهد القديم. فبحسب ما فهمها اليهود في الزمن ده لما جم يترجموا الترجمة السبعينية كان معناها شيطان الظهيرة. بعض الناس اللي درسوا الأصل العبري لقوا إن كلمة سهم ممكن ترتبط في عقل الفكر اليهودي في الوقت ده بإله رشف، إله من الآلهة الكنعانيين اسمه رشف، كان مشهور بأنه رامي للسهام، وكان مرتبط بالحمى والمرض والوباء برضو. وعلشان كده ذكر في سفر حبقوق الإصحاح الثالث عدد 5 بيقول وعند رجليه خرجت الحمى أو رشف. دول العناصر اللي حبيت أطلعها من المزمور. طبعا بقية المزمور فيه أجزاء كتير قوي عن الحرب الروحية بيتكلم فيها لا يلاقيك شر، لا تدنو ضربة من خيمتك، تطأ على الأسد والأفعى والشبل والثعبان، ودي كلها رموز لأرواح شريرة. النقطة الأخيرة اللي أحب أذكرها بالنسبة للمزمور ده ومهمة جدا، إنه المزمور بيقول في العدد 14 لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عارف اسمي. إيه هو اسمي؟ ايه هو الاسم اللي انت لو عرفته ربنا هيرفعك وينجيك؟ مذكور في المزمور، في الاسف في الترجمة العربية بتاعتنا مش هتلاقيه، هتلاقي مكانه كلمة الرب، لكن هو الاصل العبري اسمه يهوى. في العهد الجديد يهوى اخذ اسم يسوع بمعنى يشوع او يهوى يخلص، ياه شوع. النجاة والرفعة مرتبطة بمعرفة الاسم، لانه تعلق بي انجيه ارفعه لانه عرف اسمي. معرفة الاسم، اسم يشوع او يهوى، مهمة جدا علشان تقدر تنتصر بيها على الارواح الشريرة. للأسف دلوقتي اسم يهوى بقى مرتبط بالعار، وكتير قوي لما بيسمعوا كلمة يهوى يقولك انت من شهود يهوى، مع ان شهود يهوى ما بيؤمنوش اصلا ان يسوع هو يهوى، بيؤمنوا ان يسوع ده كائن اقل من يهوى. لما نربط الكلام ده بالعهد الجديد هنلاقي فيه حتة مهمة جدا لذيذة. على الجبل لما يسوع اتجرب من الشيطان، الشيطان جربه بثلاث تجارب زي ما احنا كلنا عارفين. فالتجربة التانية الشيطان قال يسوع ان كنت ابن العلي او ابن يهوى فاطرح نفسك الى اسفل، لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك فعلى ايديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. الكلام ده جابه الشيطان منين؟ يعني بيقول انه مكتوب. الشاهد ده جابه من مزمور 91 اللي احنا لسه قاريينه دلوقتي في العدد 11 و12. الشيطان كان عارف كويس قوي ان المسيح المنتظر او المسيح لما هيجي هيحقق النصر النهائي عليه وعلى كل قواته وقوة الشر بتاعته. علشان كده كان بيحاول يجرب او يجس المية ويشوف ايه الاخبار. هو انت اللي هتيجي علشان تدمرنا؟ هو انت اللي هتيجي؟ المزمور ده كان بيتنبأ عليك، لان ده المزمور هو اللي كان بيستعملوه اليهود للحماية من الارواح الشريرة. بس الشيطان لو نلاحظ رفض يذكر الحتة اللي قبله والحتة اللي بعده. ذكر الآية 11 و12 ورفض يذكر الآية 10 اللي قبليه اللي بتقول لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك، لأنه ده بالنسبة له هجوم عليه هو. وفي العدد 13 بعد الفقرة دي بيقول على الأسد والأفعى تطأ تدوس الشبلة والثعبان، فده بالنسبة له مهين. ده الكلام اللي حققه يسوع بالرسالة بتاعته، ونزل وكون أول أتباع ليه اللي هم كنيسته الأولى، بدأ يبعتهم علشان يعملوا نفس اللي هو بيعمله. لما هو كان بيخرج شياطين والشياطين كانت بتخرج بتصرخ ما لنا ولك يا ابن العلي، يسوع اعطى السلطان ده للكنيسه. بعت 70 رسول عشان يبشروا بالمملكه الجديده اللي يهوى المتجسد بينشئها في العالم دلوقتي. بعتهم وقال لهم جمله مهمه جدا، قال لهم ها انا اعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوه العدو ولا يضركم شيء، لنا سلطان ان ننتصر على كل شر وشرير باسم يسوع يهوى الظاهر في الجسد، له كل المجد والقوة مع أبيه والروح القدس إلى الأبد آمين.